وكل ده ليه؟ لأن على الجانب العسكري لم يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أي نصر. النصر لا زال للمقاومة، ده مش كلامي ولا كلام المتعاطفين مع المقاومة ولا كلام العرب، ده كلام ضباط لسه راجعين من الجبهة، والضباط دول تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرروا يكتبوا عريضة يرفعوها لقادتهم يقولوا لهم انتوا كذابين، مفيش انتصار في غزة. بيطلع الشاب تابع لحماس ولا ابن الجهاد معالي ياسين 105 اللي ب 150 دولار ولا ب 400 دولار بيضربوا على المركفاه ب 500 دولار ب 7 مليون دولار انا اسف ويفجرها ويرجع تاني مخبأه او يرجع ينزل في الانفاق. فيطلع واحد من العرب بيقول له انت قاعد في الانفاق؟ لا صراحه المفروض يطلع يسلم نفسه لجيش يعني عنده احدث الاسلحه وارتكب الكثير من الفظائع في حق الأسرى وفي حق المدنيين مش بس العسكريين. مش عارف الناس بتحكم ازاي. عموما حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت في بيان لم يكن في مدرسة التابعين أي مسلح، وجيش العدو يكذب مجددا ويختلق الذرائع السخيفة لاستهداف المدنيين. السياسة الصارمة والمعمول بها لدى المقاتلين من كل الفصائل هي عدم التواجد بين المدنيين لتجنبهم لاستهداف الصهيوني. ده بيان حركة حماس. وهنا البعض هيقول لك حماس بتستخبى ورا الناس. يا ابني انت مش لسه قايل لي من شوية ان حماس بتستخبى في الانفاق؟ هي حماس بتعمل اي حاجة على هواك بس عشان انت عايز تحملها مسؤولية وتشيل المسؤولية من على جيش الاحتلال الاسرائيلي؟ حماس بتقول لك عندنا اوامر مشدده ما تبقوش وسط الناس، واي كلام غير كده كلام. ليه؟ لان هم اصحاب الحاله وهم اللي بيشهدوا وهم اللي بيقولوا على تعليماتهم. طيب ارجع للكلام اللي قالوا الضباط الاسرائيليين، وهنا تفهم ايه القصه. القصه وما فيها يا سيد الفاضل بتقولها لك القناة 14 عن رسالة لضباط خدموا في غزة، القناة 14 العبرية مش العربية. بتقول مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن النصر قريب. نحن الذين أتينا من الميدان نعلم جيدا أن الوضع لا يزال بعيدا عن النصر، لا يزال لدى العدو هنا اللي هو المقاومة حماس وأخواتها قدرات عابرة للحدود ومسيرات، لا يزال لدى العدو بنية تحتية ضخمة للأنفاق. وسبحان الله في واحد مصر ان هم بيستخبوا وسط الايه المدنيين عشان يبقوا عرضة للقتل ويسيبوا الأنفاق. ده كلام مين؟ رسالة ضباط خدموا في غزة. واضح الكلام؟ يبقى الفشل العسكري لبنيامين نتنياهو في غزة و جالانت وزير دفاعه فشلهم في تحقيق نصر حقيقي على قطاع غزة، والمقاومين في قطاع غزة فشلهم للوصول أو في الوصول ليحيى السنوار اللي المفروض إن هم بقالهم 10 شهور في نفس المكان اللي هو فيه أو الضيف أو غيره، بيخليهم ينتقموا من المدنيين، يضغطوا بيهم على المقاومة، يخففوا بيهم عدد أهالي قطاع غزة، عايزين يخلوا مدينة غزة في المستقبل. تمام؟ ده الوضع وده الحاصل. بينما قناة الحدث التابعة لقناة العربية لا مؤاخذة اللي هم بتمويل سعودي ليهم وجهة نظر تانية. بتقول لك ايه بقى؟ قناة الحدث عاجل، الجيش الإسرائيلي قصف إرهابيين في مقر عسكري يقع في مجمع مدارس التابعين. الله، يعني انت خدت من الجيش الإسرائيلي و تأكدت أو رجحت وتبنيت وعرضت كده وانت ضميرك مرتاح؟ خلاص يا باشا انت ضميرك مرتاح،